العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ وأيضا يدل لهذا ما روي عن بكر بن أبي عياش رحمه الله عندما سئل من السني، قال: السني من إذا ذكر عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن السني إذا سمع التحذير من أهل الأهواء والبدع لم يغضب، بل عكس يفرح، لأن هذه نصرة للدين وحماية للسنة. أما الذي يغضب إذا سمع التحذير من أهل البدع فهذا فيه نظر، لماذا يغضب؟ بالعكس، المفروض يفرح. مثل ما يحصل عندنا إذا حذرنا مثلا من جماعة التبليغ وجبنا فتاوى العلماء في التحذير من جماعة التبليغ، غضب بعض الناس عندنا هنا. لماذا تغضب؟ هل أنت منهم؟ ما الذي أغضبك؟ فإذا سئل هذا السؤال قال: لا، هذا المقصود بهذه الفتاوى الذين هم خارج هذه البلاد، جماعة التبليغ خارج المملكة. طيب، هذا يزيد الأمر يعني تساؤلا، إذا كان هذا المقصود به خارج المملكة لماذا تغضب أنت؟ إلا وبينك وبينهم رحم، وبينك وبينهم علاقة، فلا تغضب، بالعكس افرح أن أهل العلم بيّنوا عوار مثل هذه الجماعات وخطورتها. فما أدق كلام السلف رحمهم الله: من السني؟ السني من إذا ذكر عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء.